الدكتور جاسم يونس الحريري في كتابه الدور الخليجي في العراق ودراسة أحداث الموصل أشارت إليه صحيفة التليجراف. الدراسة دي وكتاب أشارت إليه صحيفة التليجراف البريطانية في 6 سبتمبر 2014 عن جماعة داعش. مصادر تمويلها أكدت أن الدول التي بتمولها هي قطر والكويت، وستكون هي نفسها أكثر المتضررين من خطر هذه الجماعة يوما ما. ليه حطوا الكويت رغم الكويت كدولة يعني معاذ الله أن تصنع هذا؟ الصحيفة البريطانية قالت إن قطر والكويت تعتبر الممولين الأساسيين للجماعات في سوريا، مشيرة لأنه في عام 2013 قامت عدة محطات تلفزيونية ومواقع اجتماعية في الكويت وقطر بفتح منافذ إعلامية للجهاديين لطلب الإعانات والتمويل من أجل قواتهم وأسلحتهم. دي إمتى؟ في 2014 و13 عن طريق الجمعيات والمدارس والمحطات اللي فيها نبيل العوضي، لذلك وضعوا اسم الكويت. يعني صحيفة تليجراف بتقول الكويت هي القطر، قطر كدولة وأمير نفسه بيعمل هذا، لكن الكويت لم ولن يكن من الكويت كإمارة كدولة وكأمير وكحكومة إن هي تصنع هذا. لكن للأسف الشديد انتساب نبيل العوضي للكويت جعل تليجراف وجعل هذا الباحث يتحدث على انه الكويت مولت داعش والكويت هي بتحارب داعش، فما جرى هو نتيجة وجود هذا الإخواني داخل الأراضي الكويتية متجنسا بالجنسية القطرية الكويتية متحدثا باسم الكويت، وهذا هو الكارثة التي ألمت بالجميع من جراء أفعاله وهو موجود ومقيم داخل الكويت الشقيق. في كتاب داعش مقالات في العمق لمحمد حميد الهاشمي ذكر ما قالته الديلي ميل بالضبط بشأن العوضي، وذكر بأنه حاصل على الجنسية الكويتية عام 98 بناء على جنسية والدته الكويتية قبل أن تسحبها الحكومة على خلفية نشاطاته الإرهابية اللي احنا قلنا عليها. أكدت تليجراف أن أهم الجهات التي تسعى لدعم وتمويل الجهاديين هي اتحاد علماء الكويت اللي برأسه مين؟ نبيل العوضي.